أسعد الله مساءكم بكل الخير. سجل في المملكة لهذا اليوم حالة واحدة، وهي لشخص كان محجور عليه في عمان وذهب عند أهله في إربد بعد نهاية الحجر، وتم إدخاله في مستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي، واعتبرت حالة تسلل كما قيل. عدد الفحوصات في المملكة لهذا اليوم 1972 فحص، منها 106 فحوصات على الحدود في منطقة العمري للسائقين القادمين، وكانت جميعها سلبية. كذلك سيتم فحص سائقي الشاحنات الذين دخلوا المملكة بعد 1/4/2020، وسيتم الاتصال بهم وعمل مناطق لفحصهم، وسيتم فحص البعض خلال 48 ساعة القادمة في فترة حظر التجول. أما نتائج الفحص العشوائي في مخيم البقعة ومخيم جرش ومخيم سوف فقد كانت جميع العينات سلبية. إن انخفاض الحالات لا يعني بأن المرض قد انتهى، ولكنه يدعونا للمحافظة أكثر واتباع التعليمات، وخاصة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وعدم التقارب مع الآخرين والالتزام بتعليمات الحكومة في الحظر وعدم التجوال مساء. حفظكم الله وحفظ الوطن وحفظ جلالة سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.